احسن الله اليكم هذه احدى الاخوات تقول بعض الناس او بعض النساء والرجال من جرت اليمين على لسانه بغير قصد هل يعتبر يمين ام تدخل في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اشترط في انعقاد اليمين ان تكون بقصد ان يقصد عقدها ان يقصد عقدها فاذا جاءت على لسانه من غير نيه الحلف فانها ليست بشيء وهي من لغو اليمين قال الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وجاء في التفسير هو, هو قول الرجل لا والله وبلا والله في عرض كلامه وهو لا يقصد اليمين ليس فيه شيء نعم